السلام عليكم خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات. احنا الحاله راه ضعيفه وانتم تشوفوا الوالده دابا شحال حنا ديال السبيطار تنتجاراو وباش نديروا ليها عمليه والسبيطار اللي تمشيو ليه ما تيديروا معنا حتى حل. راه عينا راه من شهر 10 حنا تنتجاراو وانتم تشوفوا الحاله ضعيفه. انا ما خدام ما والو وانا اللي عند امي وحنا دابا باكينا عند خالي هنايا ما كاينش لا يتكلف بها. حنا قالت لنا حنا بحال ما لا اله الا الله ما شنو مشكلة الوالده؟ المشكل تاع الوالده كان عندها اصبع في الاول. هذا الاصبع هذا هو اللي تبان لك حل. من فاش بقيت نجاري واخويا ما حتى شي واحد ما شاف فينا. درنا السكانيرات ما خلينا ما درنا الدوايات ما خلينا حتى ما كاع السبيطار جرينا كله وتعطيك رونديفو سير شهرين ثلاث شهور سير اربع شهور. دابا عاوتاني مشينا السيمانه اللي فاتت ما قالك سير عاوتاني خذ رونديفو. هذا رونديفو ما عارفينش اخويا متى متى عطاونا عاوتاني ثلاث شهور ولا اربع شهور. الوالده غادي الحاله ديالها تتسوء نهار بعد نهار. شوف دابا هاد الشيء نهار بعد نهار تتسوء وتا الريحه بدات تعطي من الريحه. دابا المشكل تا الريحه من مسكين تبدا تقرع وهادي تقرع هذيك الريحه. دابا بالنسبه للاطباء شنو قال لكم؟ الاطباء قال لك نشوف هاد الشيء فين غيوقف. حنا هاد الشيء ما كانتش رجليه بحال في الاول. غادي تيتزاد اخويا ما كانتش رجليه في الاول بحال. ودابا من اختي نطلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معانا ويشوفوا كيفاش يشوفوا من حالنا. حتى انا الحاله ضعيفه راه ما خدام ما والو ولا اله الا الله. راه انتم تشوفوا الحاله ودابا الوالده راه سوء كل نهار تزيد الوضع ديالها تيسوء. السلام عليكم بارك واشركم اولادي واحبابي الله يرحم لكم ويدي. شوفوا من حالي راني ما عندي لا عندي لا اله الا الله محمد رسول الله عندي نتوما. شوفوا من حالي الله يشرب ربي يستركم. ما عندي غير عندي غير نتوما يا راه والو والو والو. رجلي وليت خانته ما نقدرش ما نقدرش نقدر نوض لا والو. واحبابي الله يرحم لكم الوالدين عتقوني الله يشرب ربي عتقكم عتقكم تريك تريكتكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت انا مشيت قال لك النص رجليه دابا غتحيدوها ليا. قال لك كان الصباع كان الصباع تا وليت دابا في النص رجلي غتحيد الصباع الصغير دابا ولات كلشي غيحيدوها القدميه كلها غيحيدوها ليا باش انا ما عنديش اش نحيدها في كلي ليك ما عنديش اش نحيدها. دابا قال لك الا بقات غتزيد تطلع لك تركبها الفوق تدوق لك الركبه. راه عندي عرق كله مبوشي عندي عرق كله مبوشي مبوشي عرق كله مبوشي. يا ربي عباد الله انتم شوفوا عباد الله انتم شوفوا بعينيكم انتم هو العرق هو بينا خويا درنا الدم هو العرق هو بينا هو كله مبوشي انت كله مبوشي هو هو هذا العرق ديال اللي وري من تبعك وري تما كله مبوشي. قال لك قال لك الى هذا المرض هذا دابا تقول لك في السبيطار سيروا سيروا تسناوا تسناوا ما عرفناش شحال دابا قادره غادي تتسوء ليها في رجليها غادي نفاخ ما كانش بحال هكا في الاول. هاي غادو دابا دابا ما عرفتش انا تنعس والله ما كتنعس مسكينه لا ليل لا نهار. الماكله ما تتاكل شوفوا حالتها كي ولات. انا لا اله الا الله مع هاد كورونا وهاد المرض هذا قسما بالله ما خدام ما والو. حبايب اللي كيعرفوني شو حالتي كي وليت انا وديال ستميتكم عتقوني الله عتقوني وحدانية عتقوني. انا عندي غير الله ما عنديش حد الا نتوما والله. انا درجي وليت ما نقدرش نمشي كليت كيقول لي خانزه 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 وليت تكري عا كنقرا الخنز وليت كنتقرا الخنز. احبابي احبابي اخوتي في الاسلام اخوتي في الاسلام اخوتي في الاسلام عتقوني الله عتقوني وحدانية ودعوه الشر عتقكم من بغيتو. يا ربي يستر لكم التركه ديالكم انا وديال ستميتكم يا ربي. السلام عليكم خوتنا المغاربة المحسنين بارك عواشركم. خوتنا المغاربة المحسنين الله يجازيكم بخير الله يثبت الأجر ديالكم في هاد العواشر وهاد الشهر الغفران عند الله سبحانه وتعالى. لما شوفوا مزينة السيدة مسكينة ما بقاش مقيت أنا ما برك مقيت قديت ندوي كاع والله العظيم شهادة ليا. حشومة وعار باش يكون عندنا هادشي في بلادنا حشومة وعار. وزارة الصحة ما تقدرش تكلف بهاد الناس. فين عايشوا هاد الناس مساكن حالات تندوزو فين عايشوا هاد الناس؟ مرا مسكينه عندها وليدها المشكل ديال الدار السكنه غاديين هربانين منها جايين عند الاخ ديالها باركه عنده المرض ديالها الدري ما خدامش. الله يجازيكم بخير اخوتنا المحسنين في هاد العواشر الله يثبت الاجر ديالكم. شوفوا من هاد السيده الله يجازيكم بخير وشكرا.